الخبر أول اللي عادنا على الفيديو اللي انتشر نورمار. الفيديو كصراحة كل صادم يا حبايب فانزات قمر الطاي اللي يكرهون لانا ونورمار انه ما يحبوهم يصورون ويا بعض، نشروا فيديو نوعا ما بفضيحة نورمار. هذه الفضيحة يا حبايب انتشرت على تيك توك، ولكن هو شخص شبيه نورمار كان يبوس بنية تشبه لانا يا حبايب. راح اعطيكم هذا الفيديو شوفوه. مثل ما شايفين هذا هو نورمار، واحد طبعا هو مو نورمار يا حبايب، واحد يشبهها مو اكثر، واحدة تشبه لانا، ولكن هم نشروه على انه هو اشاعة على اساس هو نورمار ولانا. فما ادري صراحة يا حبايب الفيديو كل صادم، كم التاشر رايكم؟ بس الاشخاص اللي ما يعرفون هذول مو نورمار ولانا يا حبايب، مجرد اشخاص يشبهوهم. بالاضافه يا حبايب فيديو قمر الطائي نزلته اليوم ويا اسامه، انتشر هذا المقطع انه صوت نورمار كان طالع بالمقطع. راح احط لكم اياه، ركزوا بالصوت هل هي ترى صوت نورمار او لا. جاي يعمل لي مثل انف احمد النقيب، بيجي مع نظاره ذلك بيصحى تلاقي نظاره محطوطه على خشبه. فكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات هل تتوقعون قمر الطائي ونورمار متصالحين، ولكن ما يريدون يكشفون هذا الشيء للناس؟ ما ادري الصراحه، اكتبوا بالكومنتات شو رايكم. بالاضافه يا حبايب للمقابله اللي سواها نورمار ويا موفلوك، بهذه المقابله نوعا ما نورمار اعترف بحبه لانا، فقال انه وحده من الاشخاص اللي صور اياها حاليا هو معجب بيها. بحط لكم لقطه يا حبايب شوفوها. بنت بالهذا نار معك ولا لا؟ اي شيء يعني حتى عندك شيء اي حس مع هذا نار؟ ما فهمت عليك يعني انا ها انه بحب اي بنت من البنات لانه مش طبعاً. بس بحب، ممكن مش بحب، بس في اي حس، حتى ممكن ها بنت بحبك وانت ما بحبه. اوه حلو السؤال. اوكي انا بالنسبه لي ممكن، في ممكن انت ما عنده اي حس؟ هو ما بعرف اذا يحس او لا، بس انا حس. انت عندك حس؟ ممكن عندي حس، هو يمكن عنده حس. انه عنده مشاعر. مشاعر انت عندك حس؟ ممكن. لا شو ممكن؟ اذا ممكن باكل في ولا لا؟ ما هو اذا قلت لا ما لا. سؤال البعض، سؤال البعض، شو منو هالبنت؟ اوف 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 لا 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 ها سؤال عادي، ها سؤال البعض ماشي برو، ما بتسالني بعد مين بنت خلاص. في بطل حبابنا صوت المقطع، فجروا طبعا لايكات، جنكم فيز زي ما قلت بمكتب القصص. احبكم وبس، مع السلامه.